هذا يسمى بيع التورق، أن تبيع السلعة دينا ثم يأتي إنسان أو يأتي الذي اشتراها ويبيعها نقدا، هذا يسموه بكيش أو يريد أن يكيش. هذا إذا كان محتاجا للمال لا حرج في هذا البيع، هو بيع جائز، على أن لا يكون الهدف من هذا الشراء إيش؟ جمع المال وتكييش المال، لأنه في الآخر سوف يضر نفسه مضرة عظيمة، وستتعلق في ذمته ديون وحقوق للخلق، وقد لا يستطيع وقد يعجز عن سدادها وأدائها. فإذا كان هذا الإنسان يريد أن يسد حاجة وخلة لا حرج والبيع صحيح. نعم، هو قال لطرف آخر، قال لطرف آخر طبعا. نعم، وإلا كان عينة وبيع العينة محرم. نعم.